السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة الاثنين 21 سبتمبر 2020، وبإذن الله أجاوبكم على الأسئلة اللي انتوا وضعتوها تحت فيديوهات اليوتيوب. بإذن الله أحاول أخلص الأسئلة التي وضعت خلال هذا الأسبوع بقدر إمكاني، واعذروني إذا كنت ما بقدرش أول بأول أجاوب على الأسئلة، لأنه مشغول عندي في الموقع وعندي الشات الخاص بتاعي. في طبعا اللي بيجيني على الخاص بتاعي الشات أولى بالرد من غيره أكيد يعني. فأنا بدعوكم كلكم إنكم تزوروا الشات الميسنجر بتاعي على القناة بتاعتي وتحطوا أسئلتكم هناك. أوعدكم إن الرد بيكون يعني خلال ربما دقائق او خلال يعني حد اقصى ساعات لو الواحد كان نايم وقتها ولا حاجه. فنبتدي ان شاء الله نشوف الاسئله اللي جات على اليوتيوب خلال هذا الاسبوع ونحاول نجاوب عليها باذن الله تعالى. فاستمروا معايا وشوفوا الفيديو. اخر اسئله جات لنا، سبحان الله والحمد لله، ده راجل يعني بيستغفر وكده، فاهلا بيكم سهل. يا دكتور انا عندي 13 سنه وعندي وجع في الخصيه، وراح للدكتور واخذت مضاد حيوي وخفيت، وبعد كده ايه رجعت تاني. عنده ايه 13 سنه يعني التهاب الخصيه، وخدت علاج وما خفتش، او خدت علاج وخفيت ورجع تاني، وعمرك 13 سنه يعني ما فيش احتمالات عدوى من هنا ولا هنا، يعني لسه شباب صغير يعني ما عرفتش التخبيص. فالاحتمالات اما اساسا العلاج ما كانش مناسب، الاحتمال الثاني انك انت ما خدتش العلاج تماما كما وصف لك الطبيب، الاحتمال الثالث ان انت ما ساعدتش العلاج باتباع اسلوب حياه صحي عشان تحضر جسمك انه يرد على او يستقبل العلاج ويتعامل معاه بشكل ايه؟ بشكل سليم. فدي الاحتمالات اللي موجوده، والحل هو ان انت ترجع للدكتور تاني او تسأله اللي هو اداك العلاج اذا كان، او ابعت لي العلاج ده نشوفه مناسب ولا لا، وبعدين اقول لك نصيحتي يعني. هل لقاح، السؤال التاني ده، هل لقاح كورونا يشفي جميع الفيروسات؟ طبعا محدش قال كده ابدا يعني، هو يبقى كويس جدا ان هو يشفي كورونا لوحده يعني، يبقى حاجة عظيمة يعني، لكن ما حدش قال ان هو بيشفي جميع الفيروسات. انا دكتور عملت 3 علاقات مع من 4 شهور، عمل علاقات يعني من 4 شهور، وايه بقى اعمل تحليل ايه؟ 4 شهور لو انت العدوى او احتمال العدوى كانت من 4 شهور، يبقى اذا اي نوع من التحاليل هتناسب، ودلوقتي يمكن يناسبك المضاد، لان المضاد اكيد هيكون نتيجته قطعية، وهو أسهل تحليل ومتوفر في كل مكان وأرخص تحليل، فتعمل المضاد إن شاء الله، وما تحاولش بقى تتعدي مرة تانية، لأن إن شاء الله تطلع سليم، بس مش كل مرة الأمور جزاك الله خيرا، أهلا بيك، شكرا، أهلا بيك يا سيدي. مين بقى؟ التحليل في المختبرات الخاصة مؤكد أم في مراكز الإيدز؟ لا، هو التحليل في المختبرات الخاصة أو الحكومية أو مراكز الإيدز المفروض إن كلها واحد، والتحليل في حد ذاته ما فيش احتمال فيه خطأ لا هنا ولا هنا ولا هنا. ما يعني تحليل الإيدز ما فيهوش حاجة اسمها نيجاتيف فولس نيجاتيف، لأن حساسيته عالية جدا، وبتعتبر تحاليل الإيدز ديت من أكتر تحاليل في المجال الطبي من ناحية الحساسية، حساسيتها بتبقى 99% و9 من 10، وما بيطلعش التحليل سلبي بالخطأ أبدا، إلا يعني في حالات نادرة لو المختبر ده يعني ما عندوش ضمير صاحب المختبر، والكيت مثلا منتهي الصلاحية وفسد وبيستخدمه مازال، يعني حاجات نادرة جدا جدا، ويمكن مش عملية، أو بقى الفن اللي شغال في المختبر عايز يأذي صاحب المختبر ويروح عامل التحليل بالغلط متعمد يعني، ودي حاجات يعني مش معقولة نحطها في الاعتبار يعني. ماشي يا سيدي، كتر ألف خير، الراجل بيمدح فينا الحمد لله. ما هي أعراض البروستاتا يا دكتور؟ وهل التهاب البروستاتا؟ أعراض البروستاتا يعني متهيألي لو شفت الفيديو يبقى أفضل يعني، لكن هي
أشهر أعراض هو التبول، مشكلة التبول، تكرار التبول، تقطيع التبول. الإنسان بيقوم بالليل عشان يتبول، وربما بتوصل الحالة إنه يبقى عنده حصرة ما يقدرش يمسك البول. ممكن توصل الحالة إلى إنه بعد ما يتبول يجي له، يحصل له تنقيط، يعني يبقى بعد ما يخلص البول ينزل منه كم نقطة كده، لأن المتانة ما بتبقاش قوية بدرجة إنها تقدر تفضي كل البول الموجود فيها. ديت معظم أعراض البروستات. طبعا في أعراض أخرى يعني، وحسب نوع مرض البروستات، هل هو التهاب، هل هو تضخم الحميد، ولا هو سرطان. يعني الموضوع طويل، فياريت تبقى تقرأ، تبقى تشوف الفيديوهات وتقرأ المواضيع الخاصة بي في الموقع بتاعي، تستفيد جدا إن شاء الله. ده سؤال تاني، رجاء جاوبني، ابني أصابته التهاب لوستين. نعم، وبعدين انتفخت الخصية، ما السبب وماذا أفعل؟ ابنك ده عمره قد إيه؟ يعني لو طفل تروح لطبيب أطفال ويشوفه، لكن هو بصفة عامة لو ما زال عنده التهاب الخصيتين واللوستين، انت سألة إمتى؟ سألة من 6 ساعات. فبتاخدي مضاد حيوي، بس انا ما اقدرش اقول لك ايه المضاد الحيوي، لان ما اعرفش عمر الطفل ده قد ايه وظروفه قد ايه. فهو العلاج بصفه عامه يكون مسكن، البنادول شرب بقى او حبوب حسب سن الطفل، ومضاد حيوي مناسب، ومضاد حيوي مناسب. دول الحاجتين اللي هياخدهم الطفل، زائد تغذيه كويسه اللي هي اهم حاجه فيها، اللي هي شوربه الخضار. شوربه خضار دافيه يواظب عليها 2 3 أيام يبقى زي الفل إن شاء الله. بس طبعا إجابتي كده عامة، لو عايزة حضرتك تتواصلي على الخاص وتبعتي لي بيانات الطفل بالتفصيل وبالتأكيد أقدر أرد عليك بشكل مؤكد. تحليل السر، طبعا الحاجات دي كلها نازلة وأنا نايم، لأن أنتوا بتبقوا صحيين وأنا نايم. عندكم الساعة بتبقى 10 بالليل، بتبقى أنا عندي هنا الساعة كام؟ 4 الفجر. 9 بالليل بتبقى عندي 3 تقريبا الفجر، الجماعة اللي في مصر يعني. التحليل السريع اللي بيطلع بيتكلم على التحليل السريع اللي هو الرابد، وطبعا بيسأل أكيد عن الإيدز، لأن الفيديو بتاع الإيدز تحت فيديو الإيدز. أنا أحترم الناس المتابعين جدا، أحترمكم طبعا كلكم جدا، لكن أحترم الشخص اللي يحط السؤال تحت الفيديو المناسب، مش يشوف فيديو كده بالصدفة أيا كان موضوعه يروح حاطط السؤال اللي في مخه وما يكونش ليه أي علاقة بموضوع الفيديو. التحليل السريع اللي بيطلع بعد 15 دقيقة، نعم، خلال 15 دقيقة في عيادة كذا وكذا، بعد كم يوم قطعي؟ ما احنا عاملين فيديو يا أستاذي عن هذا الموضوع، تعال يا ريت تشوف في فيديو العنوان بالضبط، متى يكون تحليل الفيروس الـ HIV قطعي، تبقى تشوف هذا الفيديو. لكن هو بالنسبة للتحليل السريع بيبقى قطعي بعد العدوى ب90 يوم. أنا حللت ده 2 مرات، بعد شهر وبعد 2.5 شهر وطلع سلبي. شهر وشهرين ونص وطلع سلبي، يعني نقول إنه نتيجته مؤكدة بنسبة 97%، وطبعا تتوقف على الطريقة اللي اتعديت بيها، وعشان تطمن 100% لازم تعمله بعد 90 يوم حسب الإرشادات الطبية من الجهات العالمية. يا سيدي تشكر، تستاهل 1000 لايك، أنت تستاهل 1000 لايك برضو، بس مش عارف نعمل لك وردة اهو. ماشي، يعني في ناس ما شاء الله عليها اسلوبها. وانت بتاع تحليل ايه؟ التدخين. لا يا سيدي، التدخين لا يؤثر على تحليل السلبي للايدز باي طريقة من الطرق، وعملته طلع سلبي، ما فيش حاجة ابدا بتأثر على هذه النتيجة، فهي النتيجة نهائية ومؤكدة. سيما بقى بتدخن، ما بتدخنش، بتشرب كحوليات، واخد دواء، مريض بشيء تاني، عندك انفلونزا، واكل أكلة دسمة، كل الحاجات دي ما بتأثرش، مفيش حاجة أبدا بتأثر على التحليل لما تكون النتيجة بتاعته سلبية. لكن ده طبعا ما يمنعش إن التدخين ده ضر بصفة عامة يعني، ولازم تتوقف عنه. ماشي يا سيدي، ده إنسان بيمدح، شكرا كريم، أهلا بك يا كريم. أكمل بعد كده إن شاء الله في فيديو تاني، لأن جالي طلبني، فأستأذنكم وأشوفكم إن شاء الله بكل خير في الفيديو التاني أحاول أعمله النهاردة، وأحاول أخلص الأسئلة اللي جاتني خلال هذا الأسبوع بقدر الإمكان يعني. فإن شاء الله هنشر هذا الفيديو، ممكن وبعديه ب2 3 أعمل فيديو تاني. شكرا جزيلا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.